مساكم بكل خير وكل عام وأنتم بألف خير. هذه تحية تراثية مجددة هنا بعطر العام الجديد 2013 الذي تعلن في أول انطلاقات هذا العام من خلال اندفاع أشواط هذا المساء وأشواط خاصة بالثنايا لأصحاب السمو الشيوخ والذي أعلنت انطلاقة أول أشواطه في هذه اللحظات. الثنايا لابكار المحليات الأصايل في انطلاق القوة والعنفوان والتحدي. ينطلق على بركة الله أول الأشواط حاملا لثارة، حاملا المنافسة، حاملا كل معاني القوة والتحديات على أرضية هذا الميدان. مع هذه البداية ومع هذه الانطلاقة الأولى التي نتابعها عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لانطلاقات رياضات الأصالة من تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم، نتشرف مشاهدينا متابعينا الأعزاء بحضوري وتشريفي ومتابعة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه لمتابعة هذه الانطلاقة، متابعة تحديات ومنافسات هذا السن، أول أعمار سن الكبار وسن القوة والتحمل والمسافات الطويلة. نبدأ على بركة الله بأول الاندفاع ونسير مع أول انطلاقة، مع أول كيلومتر حمل البداية الأولى. هناك مخيفه اللي بدأت في المركز الأول وتصدرت من البداية لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير، بينما حفله تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وإذا خليفة بن سالم بالصقعة في التضمير. المركز الثالث الشاهينية على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد وتطالع وتعلن هذه الانطلاقة لهجن العاصفة. أيضا حمد بن راشد بن غدير الذي يطالع ويراقب هذه اللحظات. الكيلومتر الأخير خط النهاية الذي بدأ ينطلق بانفراد تام، كيلو على خط النهاية والسلام ما شاء الله للعاصفة وهجنها مع هذا الأداء الجميل والمميز بهذه الانطلاقة. تهانينا والناموس لهجن العاصفة ومالكها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا حمد بن راشد بن غدير على هذه الانطلاقة وهذا التحدي المثير الذي قاد مخيفة إلى المركز الأول، قادها بهذا الفارق البعيد والقوي. وهنا تحرك في المركز الثاني من سلهود اللي بدأت تحرك مع هذه اللحظة مع الأمتار الباقية من هذا الاندفاع. أيضا لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يصل أيضا بها في المركز الثاني لتكون هنا المراكز الأول والثاني من نصيب العاصفة وهجنها في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل. ما شاء الله أداء جميل قدمته وانطلقت به أيضا في هذه اللحظة مخيفه التي تقارب لوحة الميتين متر. آخر ما تبقى في هذا الشوط، آخر ما تبقى من انطلاق، من تواصل، من تحدي، من إثارة. ما شاء الله خط النهاية يستقبل في هذه اللحظة لحظات وصول مخيفة بانطلاقها وتليها سلهوده اللي على المركز الثاني، ولكن الفارق كبير. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير مع هذه اللحظة التي قادت فيها الانطلاقة الأولى مخيفة إلى خط النهاية. ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني سلهوده، في المركز الثاني لهجن العاصفة أيضا حمد بن راشد بن غدير في التضمير. المركز الثالث الواعي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقدم سري بن سالم بالعرطي الحميري. هذه المراكز الثلاثة الأولى التي تصل، ولكن عودتنا إلى المقدمة والبداية والمركز الأول وانطلاق المركز الأول وتحدي المركز الأول والتوقيت المتميز الذي جاءت به أيضا المخيفة في أول انطلاقة. ما شاء الله 12 دقيقة 40 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمن الذي صاحبه انطلاقة مخيفة. تهانينا لهجن العاصفة المركز الثاني كان سلهوده أيضا بشعار هجن العاصفة وتحدياته وانطلاقاته التي تصل في هذه اللحظة إلى خط النهاية كما قدمت أداء مميز وتوقيت 12 دقيقة 53 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث
كان تحدي الانطلاق القادم من الواعية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهاني المساري بسالم بن عارض الحميري، مشكور يا الخبير على هذا الاداء الجميل للواعي. 13 دقيقة 5 ثواني، خمسة من الاجزاء من